حالك ام علي؟ علي الحمد لله الله يعافيك. ما شاء الله. وشو اليوم جهزت لينا؟ والله جهزت ام احمد، ذهبت جبت لي هالربيان. الربيان هو اللي فرش نظفته. نعم. وهذا غسلت العيش وتبع الربيان، سويت هذا قصيت البصل، الطماط، الفلفل البارد، الفلفل الحار، الورق الهندي، الكزبره مع البقدونس، كلها ام احمد شو راي شايل اللي جاي؟ نعم هذا شو شيء ناقص ام احمد؟ نعم نعم هذا كامل. الحين بنشوف لنا سال المشاهدين، بنشوف الماي اللي هو اللي مال العيش الربيان. اعطينا ام علي الملح. الملح ان شاء الله. هذا الملح ام احمد. هذا الملح. هذا هاي الشيء. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الملح نحن طبعا على ما قلنا لكم اول اللي هي الملح ما نكثر فيه، نحطي قفشه شويه قفشتين وبعدين نتابع الملح اللي هو الحين بنسكر لين يطبخ الماي. اعطيني ام علي وش القرفه ان شاء الله؟ القرفه النعيمه ولا القرفه الا الخشب؟ الخشب خشب هذا. والهيل. والهيل الخشب. الهيل الحب كبير الحب هذا. نعم هذا طبعا نحن لازم طبخنا نحن نحطي هذا فيه لازم عشان يفضل عندنا القرفه والهيل. لازم القرفه والهيل يعطيك نكهه العيش. وهذا تقريبا يعني 5 حبات او 6 حبات او زايد تقريبا يعني، هذا هو اللي يعطيك. الحين بدينا بنسكر الماي لين يغلى الماي ويطبخ، بنحط العيش عشان هذا لين يزهد. شو رايك في ام احمد الربيان؟ لا ربيان زين الحمد لله. نظفته ام احمد، غسلته علي ليمونه علي، غسلته غسال زين ام احمد، عصرت عليه لومي حطيته عشان تعرفي عشان اللوم ليش يشيل الزفاره. هي عصرت عليه يشيل زفاره الهسوسه. لازم كل شيء كان على السمك كان لازم تعصر اللومي اخضر ام احمد. نعم عصرت عليه ام احمد. نعم. وهاي جهزت ايش المقادير اللي تشوفيها ام احمد؟ هايك الكزبره مع البقدونس. نعم. هذا الورق الهندي ام احمد، هذا الطماط، هذا البصل. جزاك الله خير ام علي مشكوره. بعد كان شيء نسيت ام احمد قولي لي ذكريني. لا لا بسوي. لا لا. موجود 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 طال عمرك موجود. وهذا العيش بعد غسلناه ام احمد عشان الحين من ثور الماي ان شاء الله بنحطه الحين خلال 5 دقائق بيطبخ الماي وان شاء الله بنحط العيش. العيش ترى مسمي بسرعه من تحط العيش ام احمد على طول يطبخ الثور الاول. لازم نحر الماي اول عشان نحط الجدر على طول ما نتعطل. اليوم الحين ماشي عطاله، حطه على الغاز هذا وعلى الغاز وروح. اول مساكين على حطب. على حطب. اي على حطب يطبخون. ويوم بالشتاء بعد يهم ام احمد المطر وماشي حطب، يعني الحطب يخترس ماي الا اذا بالشلي بتحفظيه داخل الكرين ماي يحوش ومطر. نعم. انت بتقدر تطفي، واذا نسيتي برع بالحوش ما تقدر وحتى طفل. المطر خلاص يستوفي ماي ما يطيع يوري ما يطيع يوري. لكن تعرفي كيف الله يرحمهم اهلنا علمونا ايش يقول؟ اذا تبي تطفي على الحطب تجيبوا الحطب وتحطوه داخل مسوب، اذا حتى المطر عليه ما بتقدروا تطبخوا فيه. لكن اذا ريتوا الوقت مغيم نفاف احتفظوا ليكم بحطب داخل ونطبخ داخل ام احمد. نعم نقعد فيه ونطبخ. هي نطبخ كله حطب حطب السمر حطب اما الحين الحمد لله الله يخلي الحكومه ما قصروا الحين كل شيء مريض. طبخ الماي ام احمد. طبخ الماي بنضيف عليه العيش اللي هو مال الربيان. اطاولش ام احمد العيش؟ نعم هذا العيش ام احمد. بسم الله الرحمن الرحيم. تحمل هذا هو العيش الابيض، العيش البرياني بالربيان بنحطيه الحين. الحين نضيف العيش الربيان. كل شيء يصلح ام احمد، يصلح برياني تحت العيش تسوي كذا صالونه ناشفه يصلح بعد الربيان لما تبوس يسوي كل شيء. ام علي شوفي انت هذا شو اسمه. إيه لازم انا انظف العيش عشان يقول ليش العيش مو بزين. نعم. ترميها بالزباله او شيء قاعدي تجمعيها وحتى داخل الصحن اذا تاكلي اخر يقول ايش اخر لقمه هي البركه. نعم. بس الحين ياكلوا لهم شويه وخلوا العيش رحنا له. هذا العيش هذا اللي علمونا نحن اهلنا الاول اللي كان الجدات علمونا ما نرمي الماي مع العيش.
نصفي الماي من العيش ونحطيه بالجدر. هذا هو العيش اللي مال البرياني، برياني الربيان. الحين خلال 5 دقائق ان شاء الله بيخلص العيش. من يثور الاول والثاني خلاص العيش يخلي. ام علي اعطيني براوش الملح مال هذا. هذه فيها ملح اول اللي هي. ملح. شوف الملح. ام علي شوف الملح. انت دوم تخلين تحملين المسؤوليه ام احمد الطعم الملح. خلاص ام احمد. يبغى. الحين بدينا نحركه. عشان الماي بيصير العيش بيمسك الملح، والماي طبعا ما يتم بالعيش ينشخل يروح الملوحه منه والنشويات كلها تتم. نحن طبعا عيشنا نحن ما في نشويات لانه نشخله ويطيح النشويات منه عشان ما يتعبنا نحن. الحين نشوف الجدر اللي هو طبق مال العيش حطيناه. بنشوف العيش طيف خلص طبخته. ضي العيش عشان العيش ابو خوصه ام احمد بسرعه يجهز. اي نعم خوصه سمايه ابو خوصه. هذا العيش الحين بنشوفه نضي او ما نضي. العيشه من تنبطل عيشه خلاص حسبه العيش نضي. ما بعد شوي خلال دقيقتين ان شاء الله والعيش بيخلص. عمي وين تعلمنا؟ اي علمنا لازم البنت تتعلم من امها من الست من جدتها من خالتها. الحين شويه بنسكر عليه 5 دقائق بعد ما بيتم 5 دقائق دقيقتين الحين بخلص عشان تعرفي. يوم علمونا الله يرحمه اللي مات واللي عاش الله يذكره بالخير كان ما عرفنا نفعنا عمرنا الحين صح ولا لا محمد؟ الحمد لله الحمد ما لله. نحتاج الحمد لله اي شيء وش بغينا سوينا. ما طلب علينا شيء. الحين بنشخله العيش اللي هو العيش. ما بتبندي الغاز ام احمد؟ لا ما بنده. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحين العيش هذا العيش بسم الله لازم نشخله لان القدر كبير ما نقدر نشخله مره واحده. ما تقدر نشخله شوي قدر. شوي طبعا طاسه بعده عن اليد عن الحروره. الحين بنصب الجدر اللي هو اخوز عن شتاو ولا تقدري ولا خليه اخليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحين بنحط بنحرك هذا عشان ما يلزق العليل هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو العيش. هذا هو العيش البرياني الحين نسويه. الحين بنصب عليه شويه ماي عشان الغسيل للعيش ما يلصق البصل عليه بعدين. هذا البصل على راحتك تبين بصل اخضر تبين بصل يعني هندي. هاي بصل من المزرعة. من الزراعة هذا البصل. مال الزراعة البصل هذا. نشف الماء الجدر اللي هو غاسلين الجدر نشف. الحين بدينا نحركه لين ينشف شوية تطلع الروايح منه. أم علي أعطيني الزيت حمارة القدر قاعة القدر. الزيت الله يخليش. بسم الله. هذا الزيت طبعا بنصبه هذا يحتاج له وكله لان محطين المقادير ماله عشان في حاجه له عشان هو البرياني محتاج زيت ام احمد. طيب عشان ليش ما ينشف عنه الزيت. الحين بنسكر شويه عليه. اعطينا الثوم ام علي ان شاء الله. الثوم هو هاي الثوم هاش قرشه زنجبيل ان شاء الله. هذا هو الزنجبيل. هذا الزنجبيل اللي هو الاخضر. الاخضر طبعا ما نقدر نحط فيه وايد عشان هو يستوي مروره فيه يستوي مر. عشان نقسم عليه هو الزنجبيل وايد زين ام احمد مفيد. اي لكن يستوي مر علي بعد زياده كثرته يمرر الاكل ما يتحط يحطي في المقدور يعني. اعطينا الطماطم علي الشواب. نعم هذا الطماطم. هاي الطماط طبعا هاي الطماط اللي مال هو البرياني. هذا
الحين بنخلطه لين يشرب الودة الماي. الحين الطماط بيجيب ماي بعد، بيشبك الماي مع الطماط يحمر الطماط والبصل. ما تبي المقادير الثانية أم أحمد؟ لا بعدين. ما تبي الفلفل، ما تبي الجزر؟ بعدين معلي، بعدين بعدين. الحين بنسكره، بنسكره عشان ليش؟ يخلط مع الطماط ولا لا؟ وش رايك أم علي؟ لا لا والله أم أحمد زين. في أنواع أحمر أخضر. هذا فلفل البارد أنواع. نحن محطين فيه أنواع، النوع الأصفر، النوع الأحمر، النوع الأبيض. أنت على راحتك، تبى تنوع وتبى ما تنوع على راحتك. هذا ها. أعطينا الفلفل شوي، هذا حار. الفلفل الحار أم علي. كم واحد تبغي؟ اثنين أو ثلاثة ولا واحد بس؟ يبي. طبعا لا يستوى عليهم حار، أعطينا اثنين ما بنقصه طبعا، بس نخوز هذا الحولي. ما تبي كزبرة بقدونس؟ إن شاء الله.